وانا هلا فهمت ليش المطعم اسمه حبه بركه، لانه عن جد عم تعمل مقلوبه على البركه. بدك كل ما بقدرش طبعا عليك شاورما كل يا كل. اليوم بحلقة شيف من دبي رح أورجيكم مطعم الأكل فيه بركة، وهذا المطعم اسمه حبة البركة، ورح أورجيكم كيف بعمل المقلوبة من الألف للياء. خليكم معاي، أنا تيمور موج بشيف من دبي. اليوم بحلقة شيف من دبي حلقة فيها بركة، لأني أنا رايح على محل اسمه حبة بركة، وهذا المحل أنا شخصياً دائماً بدور على أي قصة فيها حب وفيها نكهة وفيها إشي جديد. اليوم رح أعرفكم على أم باسل وأبو باسل، وهم زوج وزوجة فاتحين مطعم بسيط بدبي بيعمل مقلوبة بس بطريقتهم الخاصة وبطريقة شهية وحلوة ومتكتكة، وإن شاء الله تعجبكم اليوم حلقة شيف مان. أنا تيمور موج، خليكم معي. تعرف المقلوبة من وين طلع الاسم؟ صدقاً لا. تحب المقلوبة؟ طبعاً، هي الأكلة الشعبية الأساسية تبعتنا. كيف بتحب المقلوبة تكون؟ إيش أهم مكون بتحب تكون؟ الزهرة. الزهرة؟ إيه. مش بتنجان؟ لا، الزهرة من هون لهون؟ ما في غير الزهرة. آخر كلام؟ إيه طبعاً. بتعرفي طبخة المقلوبة؟ آه، عرفتها من إخواننا الفلسطينيين، بس أكلتها هنا عندهم في المطعم. في المطعم؟ حبيتيها ولا لا؟ حبيتها جداً كتير. بتعرف تطبقيها ولا لا؟ تطبقيها يعني تطبخيها؟ لا، ما عرفش أطبخها، لما بحب أكلها بأكلها هنا. لازم. أكيد أكيد. وهيك يا جماعة دخلنا على مطعم حبة بركة، وخليني أعرفكم على أبو باسل وأم باسل اللي هم أصحاب المطعم. عائلة جميلة صغيرة بيديروا المطعم من الألف للياء، وطبعاً بركاتك أنت بالمطعم ست أم باسل. حياك والله حبيبي، الله يخليك. شكراً لكم استقبلتوني عندكم. شكراً لك شيف، الله يسعدك. واليوم بدي أحكي لكم أنا عن المقلوبة الخاصة فيها، فكرة كثير حلوة، تعمل مقلوبة أم باسل على القد، والأحلى من هيك إنه تعمل بنفس المقلوبة برضو طواسي. مزبوط. فأنت كيف طلعتي بالفكرة؟ هي الفكرة كانت إنه تكون الطبخة مطبوخة من A to Z، وتكون الخضرة والجاج مطبوخين فيها زي إمهاتنا وستاتنا، زي ما إحنا تعودنا ناكل المقلوبة، لأنه كل المطاعم بتعمل المقلوبة حتى الجاج بيكون جاج المشوي بالفرن وبنحط فوقها. يعني ما بتحس بالنكهات جانست مع بعض. فأنت بالمقلوبة نفسها بتعمليها كامل؟ بنعملها من A to Z، يعني حتى البندورة، الخضرة، الجاج، الرز، مرقة الجاج اللي بنطبخها، يعني بنطبخ من مرقة جاج بس عشان المقلوبة، ومنطبخها بتقعد على النار نص ساعة لحد ما يعني ياخدها زبون بالطنجرة وبقلبها قدامه. طب والطنجرة هاي من إيش معمولة؟ يعني طنجرة ألمنيوم. بعدين إحنا اخترنا الطنجرة الترديشنال القديمة، يعني نفس الكونسبت، حتى بنحطها بصدر الستيل قدام الزبون. وبتوديها برضو هاي؟ بنوديها بالطنجرة وغير مسترد. غير مسترد. أيوة. والله فكرة جميلة. وطبعاً هي بتكون أحجام للشخص، لشخصين، لثلاث، لخمس أشخاص، موجود كل أحجام الطناجر. يعني حتى الفكرة حسب العائلات. نعم. حتى الفكرة إنكم ما عم تستعملوا بلاستيك برضه فكرة رائعة جدا، لأنه نفس الطنجرة بيقدروا هم كمان يستعملوها شغلات تانية. بستعملوها طبعا. بحييكي يعني، وأنا هلا صرت متحمس أكثر أدخل على المطبخ عندك وأشوف السحر اللي بتعمليه بالمقلوبة الخاصة فيك. البساطة هو هذا مدور عليه. والبركة هو هذا مدور عليه. المهم أنت مبسوطة جيت عندك؟ طبعا. خليكم معايا وأورجيكم كيف المقلوبة الخاصة بأم باسل أو باسل بمطعم حبة بركة دبي. تابعوني. طيب يا جماعة، هلا دخلنا على المطبخ عند أم باسل.
المطبخ الجميل اللي بيعكسك وبيعكس شخصيتك وبيعكس روحك. يسعدك. أنا دائما بحب أصور بمطابخ الستات لأنه لا لأنه بضوي خلص حتى الأكل عندك ما شاء الله كأنك قاعد بالبيت. أنا هو أنا هذا الكونسبت إنه بالبيت قاعد. حتى المقلوبة هاي يعني أنا حاب يعني كثير حبيت فكرة المقلوبة إنه هاي أنتي بتحضريها وبتطبخ فيها مقلوبة. مزبوط. ويا بتنحط للضيف برا يا بتتودى خدمة توصيل. بالزبط. زي ما هي وما بترجع. بالضبط. هي الهدف منها انها تنطبخ وتوصلك وهي كيف مقلوبة امي وامك تقلبها هيك مع لزقة البندورة يا سلام. معقولة من الالمنيوم كمان. الالمنيوم. اوكي احكي لنا هلا عن وصفتك البسيطة الحلوة. هلا هي الوصفة البيسك المقلوبة. أوكي. البسيطة اللي كلياتنا متعودين أنا عليها. أنا دائما مع البيسك. بالضبط. وطعمة يعني اللي بتذكرنا بريحة البلاد. حلو. اللي هي طبعا أنا بكون سال الجاج وأكيد. أيوة. سال الجاج مع ورق غار هيل بهارات الحب بس بحط شوية الكركم ورشة الهيل والسبع بهارات. طبعا البهارات إحنا بنخلطها عنا إحنا بنخلطها. هاي وصفتك الخاصة أنت. والفلفل الأسود. أوكي. تخلطيهم مع بعض. بالضبط. وعلى طول بندورة مقطعة شرائح بالقاع. أسكى إشي طبعاً البندورة بالآخر لما تلزق. اسمحيلي بس أحط هون عشان يشوفوا المشاهدين. أوكي. طبعاً رشة الرز عشان ما يلزق. أوكي. منحط الجاج. ومنحط الخضرة. أيوة. طبعا بنعملها على ذوق الزبون. في ناس مثلا ما بيحبوا الزهره ما بنحط لهم زهره. في ناس بيطلبوا مثلا زياده باذنجان بنزيد لهم باذنجان حسب الزبون ايش بيحب. جميله. بالضبط. وانا هلا فهمت ليش المطعم اسمه حبه بركه لانه عن جد عم تعمل مقلوبه على بركه. بالضبط. خلص وبركه بركه اكلنا مزيدي. بركه حتى الكميات يا بركه يا رب. والله يطرح البركه يا رب يا رب يا رب. وبنحط مرقه الدجاج. تفضل ستي. وعلى النار عشان هيك بنقول للزبون اطلبها قبل بوقت لانه بنعملها من A to Z لإله يعني بتنطبخ على الطلب خاصة لإله. بالضبط. ما شاء الله. ومنغطيها بتروحي فيها على النار. وعلى النار على طول. هاي هي تفضلي ستي. يعني ما في احلى من هيك ولا في ابسط من هيك. يا عبد الله تيجوا على هذا المحل تطلبوا المقلوبة خاصة لإلكم تنعمل لإلكم خاصة تنقلب لإلكم خاصة. يعني انا بالنسبه لي كونسبت كثير حلو لانه عاده إن اي واحد بروح على اي مطعم المقلوبه بتيجي بكميات كبيره وانت عملتيها خاصه فيكي على القد. وهلا برضه صرنا نعمل ورق العنب بالطنجره الصغيره ملفوف. برافو. الفوارغ. برافو. كله على التواصل بنعمله يعني حتى اذا كانوا مثلا الناس طالعين بر بحر حديقه عزومه بالبيت على طول ست البيت بتقلب وكانها الطبخه يعني مطبوخه بالبيت. حلو موضوع انك انت موجوده والاكل واضح انه اكل بيتي. الحمد لله. تاكسي انت روحك ونفسك فيه. بالضبط. اكل حب وكله بركه. بس احنا هلا بدنا نستنى نص ساعه قبل ما تبقبق المقلوبه وتاخذ راحتها وتستنشق كل الاكلات اللي فيها. بالضبط. نقلبها ناكلها ونجربها. بالضبط. حي الله صحتين وعافيه. خليكم معنا شيف مان دبي مقلوبة حبة بركة مع أم بس. يعني غلبت حالك بصراحه. صحتين. انا جاي احكي عن المقلوبه اللي قدامي وانت ما قصرتي. الله يعني مسخن ومنسف حلت البركه واحنا في ديك الساعه ورلات مسخن يعني يا جماعه جايين نحكي على ايش. وصلنا يا جماعه الخير على اهم جزء بحلقه شيف مان دبي اللي هي المقلوبه الخاصه بإنباس الأم بس. هلا نعمل شوي هيك فيها عنها زي النار نقول بسم الله. فكرك بتزبط ولا ما بتزبط؟ ولعوا اصابعي انا يا ويلي. ما شاء الله ما شاء الله. هي الحكي الصح ولا غلطه ولا شيء ملزق تحت. يعني انا بحب اللي ملزق تحت. خذ بالله جزاك يا ملزق.
يا سلام. طيب يعني بصراحة أنا كثير يعني مبسوط منكم كثير، لأنه عن جد فكرة رائعة جدا. صحتين وعافية. إذا بدك أنت تملحي معاي بدك تملح معاي، كل واحد يعني كل واحد عن صحنه، أنا هاي بدي أتصرف فيها لحالي. طبعا أخذنا شوي من الدجاج، شوف كل شيء هيك مهري ولا لا؟ بالضبط كل شيء مهري. فأنا بدي أخذ من كل قطر أغنية صحتين وأتغزل فيها. طبعا أول لقمة راح أجربها بدي أخذ من كل شيء شوي، من البطاطا ومن البتنجان ومن الدجاج، وما راح أستعمل لبن عشان يطلع معاي الطعم 100%. وأنا مش حاس أصلا بدها لبن، لأنه كل شيء فيها هيك متجانس وجوسي جوسية شوي. صح يا سلام. يعني في مرات الواحد بيطلع على الأكل ما بيحتاج لشرح، وانتي طبخاتك ما بدها شرح. هاي شهادة بعتز فيها والله. لا والله ستي احنا بنتعلم منك. صحتين وعافية عمو باسل. سلم ايديك نقول بسم الله ونجرب الطبخة. صح صح. بس مش عارفين من وين نجربها. خلص وصلت انا معناته يا جماعة. صحتين وعافية. بهنيكي. صحة. بهنيك على اللبنة الطيبة، فعلاً مقلوبة على الأصول، مقلوبة كثير مهم أحكي إنها بيتية. بالضبط. الرز منكه ببهاراته، البطاطا إلها طعم رائع، البتنجان مقلي صح ومتجانس مع الطبخة، الدجاج مهتري زي ما أنت حكيتي ما بنطبخ لحال بعدين بتضيفيه. يعني بدي أرجع أعمل كمان مرة نفس اللقمة ونفس الطريقة، نأخذ شوية بتنجان شوية دجاج وبنعمل بهيك اللقمة، نقول إيش لازم تيجوا على حبة بركة ولازم تجربوا المقلوبة اللي عندها، لأنه بس تأكلوا هاي اللقمة وين ما كنتوا موجودين بدبي تأخذكم رحلة على المطبخ كأنك قاعد بالبيت. بهنيك ستي. صح هيك مهن لقمة. نقول أنت زبدك كل ما بقاش طبع علي شاورما كل يا زي شاورما حلت البركة. صح بس على راسي. لا أكثر ولا أقل. صحتين وعافية. شكرا لاستقبالكم لإلي. شكرا لك. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بشيف مان. أكيد طبعا. أنا دائما وأبدا بنحب نحكي الحمد لله على لقمة الأكل، والله يطعم كل محتاج. الله يديم النعم يا رب. وإن شاء الله بشوفكم حلقة ثانية من شيف مان دبي. أنا تيمور موج. يلا سلام. إبداع. شيف مان الله عليكم.